ثورة مش عارفة تروح تنتخب مين معاك حق أنا لابد أن أعترف أننا كإعلام كلنا مقصرين بس غصب عننا ما حدث من أحداث كان يجب نشرح أكتر ونوريكم الناس أكتر ونعرض برامج أكتر عشان تشوفوا كل حزب برنامجه إيه لكن نحن الآن في بورسعيد هي بورسعيد عايشة عليه أولا هذه الانت... هذا الانتخاب احنا قدام انتخابات في افريقيا واسيا في يوم واحد إحنا الجزء الآسيوي في بورسعيد هي بور فؤاد فإحنا عندنا جزء إفريقي وجزء آسيوي بننتخب في قارتين في بورسعيد ومع ذلك عدد سكان بورسعيد كله عدد مش كبير بورسعيد قايمة على إيه؟ بورسعيد قايمة على التجارة التجارة أولاً المنطقة الحرة ثم الصيد والسياحة والسياحة مرتبطة بالتجارة كانت بتيجي مراكب وبتنزل الناس والبضايع والمراكب اللي بتقف عبر قناة السويس وبتنزل وبتقعد وبتسكن في فنادق وبتصرف كل ده متأثر مرتبط بالسياحة وبالأمن في مصر فالناس في بورسعيد من أكثر المحافظات التي تعاني 585 ألف مواطن في هذه المحافظة المحافظة اللي لهم حق التصويت أه 437,000 مواطن، نسبة كبيرة جدا من السكان يعني من 550 من 585 ل 437، نسبة أنتوا عارفين يعني 100,000 بس ما لهمش حق التصويت أطفال و مز... نسبة عالية يعني. نسبة التصويت في 2010 زي ما قلت لحضراتكم النسب كانت دايماً من 20 ل 25 24 و8 من عشرة. عدد الدوائر دايره واحده بنظام القائمه فيها اربع اعضاء هتاخد اربع اعضاء ودايره واحده بنظام الفردي فيها عضوين عدد المرشحين على القوائم 51 مرشحا عدد المرشحين فردي 112 مرشحا يعني نشوف الدوائر بتقسمها ازاي دايره بورسعيد دايره بورسعيد بتضم آه الشرق العرب المناخ بورفؤاد أول الضواحي الظهور الجنوب أول بورفؤاد تاني المناصرة دي غرب بورسعيد وشرق التفريعة بن قوسين مبارك بس دلوقتي مش هيقولوا مبارك هي كان اسمها مبارك أيام ما كان مبارك دلوقتي خلاص احنا انتوا الجنوب تاني دايرة بورسعيد بنظام القايمة بيتنافس فيها 13 قايمة طبعا تنافس اسلامي قوى ثوريه وطني سابق التشكيله المعتاده قوائم الاحزاب استعانت ببعض النساء على قوائم الاحزاب او داخل هذه القوائم ابرز المتنافسين قائمه حزب الثوره المصريه بتتصدرها مين بتتصدرها لاتونا محمد مراد لاتونا محمد مراد دي مذيعه برامج طبيه وطبيبة في القصر العيني اتقدمت قبل كده عن الحزب الوطني في الانتخابات السابقة قائمة حزب الإصلاح والتنمية بيتصدرها إبراهيم عن إبراهيم عنبر تليمة إبراهيم إبراهيم عنبر إيه يا جماعة؟ إبراهيم عنبر بس آه ده اللي بتليه اللي بعده على طول هويدا الشادوري دي دخلت الانتخابات السابقة على كوتة المرأة اما قائمه المحافظين فبيتصدرها محمد عبد الفتاح الزيني اللي وراه على طول محمد مهران عضو الحزب الوطني المنحل. طيب قائمه الحريه والعداله، قائمه الحريه والعداله بيتصدرها وجوه جديده منهم علي مصطفى دره. علي مصطفى دره وراه على طول محمد السيد موافي. قائمة حزب النور قائمة حزب النور فيها علاء الدين البهائي علاء الدين البهائي طبيب أورام كان من المفترض أنه بينافس على الفردي لكن شلو حزب النور قال لك احنا مش عايزين نصطدم بأكرم الشاعر اللي شعبية كبيرة هو مرشح حزب الحرية والعدالة قال لك ما نفتتش الأصوات ناخده خلي أكرم الشعر لوحده دائرة بورسعيد فردي بينافس فيها 112 مرشحاً مقعد الفئات بيكون فيه الدكتور اكرم الشاعر والدكتور اكرم الشاعر من الاسماء الاسماء اللي معروفه قوي في الاخوان وفي بورسعيد تمام بعدين مين يا جماعه معاه جورج اسحاق جورج اسحاق اسم معروف قيادي بحركه كفايه عضو المجلس القومي لحقوق الانسان اللي رفض عرض حزب الوفد وقال انا مش هترش على قيمته جورج اسحاق بيراهن على موقفه من الثوره بيراهن على انه مؤسس حركه كفايه من سنه 2006 حتى الان بيراهن على اشياء كثيره في بورسعيد على انه يستطيع ان يعبر عن مجتمعه. اما مقعد العمال ففي طبعا القيادي البارز في حزب التجمع الاستاذ البدري فرغلي القيادي بحزب التجمع. تمام؟ رئيس اتحاد المعاشات على مستوى الجمهوريه وراجل ليه تاريخ طويل جدا قعد من سنه 90 لحد سنه 2005 اما الاستاذ احمد سليمان فبيخوض الانتخابات باسم التحالف الاشتراكي خاض انتخابات 2005 على قوائم حزب التجمع ولكن ما قدرش يفوز فخاض انتخابات 2010 على قوائم التجمع نجحت الاراده الشعبيه في فرضه على الساحه البرلمانيه طيب هذه كانت بورسعيد ايضا لدينا محافظتين اليوم عشان كده نبقى قدمنا لكم خلال الوقت القصير ده لميس الحديدي هتقدم لكم النهارده اخر محافظتين في التسع دوائر نبقى قدمنا لحضراتكم التسع محافظات بابرز المرشحين في اسماء كتير يعني انا مش عايز اغلط في اسماء من الحريه من المصريين الاحرار موجوده في بورسعيد كان لنا ضيفه هنا اللي فاكر الاسم ريهام سليمان في اشخاص كتير في بعض المرشحين عن حزب الوفد، احنا خدنا رؤوس القوايم او اكثر الاحزاب او اكثر الرموز اللي السخنه اللي هي اسمها الدوائر السخنه في هذه الانتخابات. هنطلع فاصل بعد الفاصل هرجع استقبل ضيوف الاعزاء الاستاذ الدكتور اسامه الغزالي حرب المفكر السياسي المحترم والدكتور ناجح ابراهيم المفكر وواحد من الذين كتبوا وأرخوا للمراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية في مصر نلتقي بعد الفاصل